حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم، ونستهلها بالعناوين. مقتل شخص جراء قصف مدفعي على محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي. مظاهرة لطلاب جامعة إدلب تحت شعار بالعلم والعمل تنهض الأمم. وحملة لتوزيع حليب الأطفال شمال غرب سوريا، والأمم المتحدة تقول إن 34% من الأطفال هناك مصابون بالتقزز. مرحبا بكم. قتل مدني يعمل برعي الأغنام بقصف مدفعي استهدف أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وفق مراسل قناة حلب اليوم. قذائف عدة سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة في المدينة، يرجح أن مصدرها قوات النظام المتمركزة قرب بلدة تادف. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مالك أبو عبيدة مراسل قناة حلب اليوم في الباب مباشرة من مدينة الباب. مالك، حبذا لو وضعتنا بداية في تفاصيل القصف الذي تعرض له محيط مدينة الباب اليوم، وماذا عن حصيلة الضحايا؟ نعم عمار، في الحقيقة صباح اليوم استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أطراف مدينة الباب شرق حلب، وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل شخص كان يرعى بالأغنام في تلك المنطقة. أيوة. طبعا هذا الاستهداف هو ليس الأول من نوعه، في الفترة الماضية كان هناك استهدافات مشابهة أيضا منذ يومين، استهدفت أيضا قوات النظام بالمدفعية الثقيلة منطقة أبو الزندين، أيضا هي منطقة محاذية لمدينة الباب لكن دون وقوع إصابات. طبعا هذه الاستهدافات غير أنها تستهدف الأراضي الزراعية ومحيط مدينة الباب، لكنها تثير الرعب وتثير الجدل الكبير بين الأهالي، فيما من يقول أن هناك استهداف أو هناك زحف مرتقب لقوات النظام بعد التعزيزات التي استخدمتها إلى منطقة تادف جنوب مدينة الباب، وأيضا هناك من يقول أنها استهدافات عشوائية أو ربما استفزاز لقوات الجيش السوري والقوات التركية المتواجدة هنا. السبب هو الاستفزاز، والهدف هو استفزاز قوات الجيش الوطني. طيب مالك، يعني هل هنالك أي تحرك أو أي يعني حشودات بالقرب من المدينة عسكرية، إن كانت من طرف النظام أو حتى من الجيش الوطني؟ نعم، في الحقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك تحركات قليلة من قبل قوات النظام بعد التعزيزات التي استخدمتها إلى قرية العويشة جنوب مدينة الباب، وأيضا كان هناك تحشيد ورفع جاهزية من قبل قوات الجيش الوطني إضافة لحفر خندق على طول خط الجبهة شرق مدينة الباب. لكن منذ الفترة في الفترة السابقة لم نشهد أو لم نسمع عن أي تحركات لقوات النظام أو استخدام تحديات جديدة للمنطقة، لكن خلال اليومين الماضيين استهدفت هذه المنطقة، شاهدنا ربما منطقة ترحيل والحوان استهداف بصواريخ باليستية عنقودية، وأيضا استهداف المنطقة منذ فترة أيضا استهدفت مدينة الباب بعدة صواريخ أو قذائف صاروخية في المدينة، أسفرت عن سقوط 12 جريحا. حتى الآن لم يتم معرفة أو لم يجزم أحد سبب هذه الاستهداف وما ستقول إليه المكان أو إلى أين ستذهب المنطقة خلال الفترة. مالك أبو عبيدة مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من مدينة الباب، شكرا جزيلا لك مالك. وفي اتفاق مبدئي توافقت فصائل الجيش الوطني السوري على صياغة ميثاق شرف ثوري فيما بينها، يؤكد على أن يكون سلاح الجيش موجها نحو الأعداء فقط، ويمنع توجيهه بين الفصائل لأي سبب كان، بحسب ما نقله موقع نداء بوستا. الموقع أكد اتفاق الفصائل على تشكيل لجنة مؤلفة من 9 أشخاص موزعين على كافة فيالقه لتنفيذ عدة مهام، على رأسها وضع آلية وضوابط وقائية لمنع حدوث أي خلاف بين تشكيلات الجيش. وتم تكليف لجنة مؤلفة من 3 أشخاص لمتابعة مخرجات اللقاء، وهم عصمة العبسي، عبد الناصر حميدي، ومحمد سلامة.
حذر الدفاع المدني السوري من انقطاع المحروقات عن المشافي والأفران في المناطق المحررة نتيجة الاستهداف الذي وصفه بالممنهج من قبل النظام وروسيا على أسواق المحروقات في الشمال السوري. هذا وأصدر الدفاع المدني بيانا وصف فيه استهداف سوقي الترحين والحمران شرقي حلب بالجريمة المضاعفة كونها ارتكبت بسلاح عنقودي محرم دوليا وفق قوله. وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف ما يجري في سوريا ومحاسبة نظام الأسد وروسيا وليس منحهم الوقت لارتكاب مزيدا من المجازر بحسب البيان. وفي السياق ذاته مراسلنا بدر كجك ذهب إلى مكان الحريق في سوق الحمران وعاد إلينا بهذا التقرير. الحمران في ريف جرابلس الجنوبي هي قرية صغيرة، يتواجد في هذه القرية سوق الفيول الذي تعرض لاستهداف بصواريخ شديدة الانفجار بحسب ما وصف الأهالي ليلة أمس، وشهود عيان أكدوا على أن الانفجار سمع دويه إلى أماكن بعيدة جدا بسبب قوة الانفجار وشدة الانفجار. هناك دمار كبير في سوق الفيول، أكثر من 100 صهريج محترق خلفي الآن تماما. فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى المكان على الفور بمحاولة لإخماد الحرائق التي اندلعت في المنطقة. معنا الآن قائد مركز الدفاع المدني في منطقة الغندورة أبو الهدى. أبو الهدى، لو وضعتنا في تفاصيل ما حدث يوم ليلة أمس بالتحديد، وكيف وصلت فرقكم إلى هذا المكان وماذا أنجزتم من أعمال ضمن هذا المكان؟ في تمام الساعة 7 مساء أمس سمع دوي انفجارين هائلين، صوت يعني سمع إلى مناطق بعيدة جدا. هرعت فرقنا إلى المكان في منطقة الحمران، ساحة تجمع صهاريج الفيول والمازوت. كانت النار منتشرة في كل مكان، هناك جثث لبعض المدنيين المتواجدين في المنطقة، هناك جرحى، عملت فرقنا على إسعاف الجرحى وانتشال الجثث. هرعت فرقنا لإطفاء الحرائق المنتشرة في كل مكان. أبو الهدى، إلى الآن عملكم مستمر، ذكرت لي منذ قليل أن العمل إلى هذه اللحظة 24 ساعة تقريبا أو أقل نوعا ما، إلى متى سيبقى الاستنفار في قطاع الدفاع المدني في هذه المنطقة ومدى خطورة المواد المتواجدة الآن بالقرب منا في الصهاريج المتواجدة في منطقة الحمران؟ العمل انتهى نوعا ما، فرقنا يعني ستكون متواجدة دائما نظرا لخطورة المكان. ما يقارب سيارتين اطفاء راح تضل متواجدة هون يعني نظرا لخطورة المكان. نعم، إذا الدفاع المدني بدوره سيبقى متواجد في هذا المكان إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل بحسب ما وصف مدير مركز منطقة الغندورة. الاستهداف هنا في الحمران، أيضا هناك استهداف في منطقة الباب بالتزامن مع هذا الاستهداف ليلة أمس، وهناك أيضا إصابات في صفوف المدنيين هناك. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. وتحت شعار بالعلم والعمل تنهض الأمم، تظاهر طلاب جامعة إدلب وأكد الطلاب على استمرار عملية التعليم رغم ظروف النزوح والألم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب رامز حويجي، أحد طلاب كلية التربية قسم معلم الصف. قمنا نحن طلاب جامعة إدلب قمنا بالتنسيق مع أخواتنا الطالبات، وبعد أخذ الموافقة من عمالة الكلية ورئاسة الجامعة بالتنسيق لهذه المظاهرة. طبعا هدف المظاهرة هو أن نوصل لهذا العالم بأن عملية التعليم مستمرة في محافظة إدلب رغم الألم، رغم الأسى، رغم التهجير والنزوح، مستمرون إن شاء الله في تعليمنا حتى النجاح. وبنفس الوقت نؤكد ونجدد العهد لهذه الثورة حتى تحقيق النصر على النظام. قتل 18 شخصا وأصيب آخرون بانفجار لغمين أرضيين في ريف حماة الشرقية. وقال مراسلنا إن لغما أرضيا من مخلفات الحرب انفجر بسيارة تقل عمالا زراعيين
في منطقة وادي العزيب بريف مدينة السلمية التابعة لريف حماة الشمالية أو الشرقية، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين من عائلة واحدة وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. وأضاف المراسل أن لغما أرضيا آخر انفجر بسيارة تقل مدنيين في منطقة رسم الأحمر، ما أدى لمقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين بجروح. يدفع سائقو وتجار مدينة حلب الخاضعة على سيطرة النظام مئات آلاف الليرات السورية لما يسمى بحواجز الترسيم التابعة لقوات النظام على مداخل ومخارج المدينة. هذا وذكرت وكالة سوريا ون أن حواجز للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام في مناطق الراموسة والسجن المركزي ودير حافر تتقاضى مبالغ كبيرة من أصحاب الشاحنات التجارية والمدنيين تحت مسمى الترسيم التجاري، ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في أسواق المدينة بحسب الوكالة. شاهدنا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصلة. في عفرين جامعة غازي عنتاب تكرم الطلاب المتفوقين في عدد من الأقسام. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. سوء التغذية يلاحق مئات الآلاف من الأطفال والأمهات في الشمال السوري، وأطباء يحذرون من ارتفاع حالات التقزم بين الأطفال وتأخر القدرات العقلية لديهم، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الحليب وتدني الوضع المعيشي الأسري. وجدت هذه الطفلة في حضن والدتها فرصة لغفوة بعد بكاء شديد، في حين تحاول أمها جلب حصة من الحليب لها. بعض الأمهات تمكن بعد عناء كبير من الحصول على علب حليب ضمن حملة أطلقها منتدى أسعى. 50,000 علبة وزعت على أكبر عدد من الأطفال في الشمال السوري. أسعار علبة الحليب حقها 50 ليرة تركي 20 ليرة تركي، وما معنا نجيب، والله ما معنا نجيب، لو معنا والله لنجيب بس ما معنا. عم نصي أولادنا شيء عم ينحرق. امبارح العشية عندي بنتي حرقوا رجليها تنتين بسبب الحليب. كانت بنتي صغيرة عمرها 3 أشهر ما تشبع على صدري، قام الدكتور وصف الحليب ونحن ما يعني ما لنا قدرة إنه نشتري حليب، ومنين بدنا نجيب لها؟ صرت شربة أعطيها خبزي وشاي، صار مع التهاب أمعاء وسوء تغذية. المستفيدون من الحملة هم الأطفال الرضع من أصحاب الحظ الوفير، رغم أن الكمية لن تكفيهم سوى لأيام قليلة لتعود بعدها معاناتهم مع أطعمة لا تتناسب مع أعمارهم في ظل عجز أمهاتهم عن إرضاعهم، فيلاحقهم الجوع وسوء التغذية. مرض جهازي يؤثر على مستقبل الطفل مدى الحياة، خاصة إن لم يتم تداركه في السنتين الأولانيات أو في السنوات الخمس الأولى. في حالات قد تكون سوء تغذية متوسطة أو خفيفة، وهي يمكن تداركها أحيانا، أو الأهل عم يتداركوها أو المنظمات عم يتداركوها أو الأطباء عم يتداركوها، لكن اللي ما تداركناها نحن حاليا في سوريا في الشمال السوري كل طفل معه تقزم، إذا نحن أمام كارثة إنسانية ستطبع المجتمع إلى 10 سنوات الأمام. تأزم الوضع المعيشي والاقتصادي للأسر السورية يفاقم حالات سوء التغذية لدى الأطفال، مرض قد يحرم مئات الآلاف منهم من النمو السليم.
الأمم المتحدة كشفت في تقرير لها أن نسبة 34% من الأطفال شمال غرب سوريا مصابين بحالات تقزم بسبب سوء التغذية. تزايد حالات سوء التغذية بات يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات وسط تدني الوضع المعيشي لغالبية الأسر في الشمال السوري. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ وائل فاضل، منسق برنامج الترصد التغذوي في وحدة تنسيق الدعم، مباشرة من غازي عنتاب. مرحبا بك على شاشة حلب اليوم أستاذ وائل. يعني لو بدأنا مع حضرتك بالإحصائية التي وردت، 34% مصابون بالتقزم في شمال غرب سوريا بحسب الأمم المتحدة، ما دقة هذا الرقم؟ وفي حال كان دقيق، ما مدى خطورة هذا الأمر؟ السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. أول شيء حياكم الله. بداية أنا دكتور وائل فاضل، طبيب أطفال. نعم، شكرا للتصحيح وأعتذر منك دكتور وائل، تفضل. حياك الله أستاذ الكريم. بداية نسبة التقزم اللي تم ذكرها هي صحيحة، وحتى خلال الشهر الأول، أو خلينا نقول خلال شهر شباط، قام برنامج توسط التغذوي بمسح ما يقارب من 20,000 طفل تحت الخمس سنوات، وكانت نسبة التقزم بين هؤلاء الأطفال 35.8%. هلأ حقيقة أنا كنت عم أتابع التقرير اللي عرضتوه. يعني أهم نقطة وأهم عدو للأطفال بما يتعلق بموضوع سوء التغذية هو الحليب الصناعي اللي تم عرضه قبل قليل، وتم ذكر بالتقرير أنه الأطفال فقط اللي حظهم عالي هن اللي حصلوا على عبوة حليب بعد انتظار طويل. أنت ترى عكس ذلك؟ هو للأسف هذا الأمر غير صحيح. هو الطفل اللي ما حصل على علبة حليب واللي انجبر انه يتابع على حليب امه، هذا هو الطفل وفير الحظ. طيب اذا اين المشكله اذا، ولماذا هذه حالات التقزم؟ يعني حالات التقزم لها مجموعه من الاسباب، تبدا من عند الام اللي هي قادره على انتاج محصول حملي مكتمل النمو صحيح البدن. في عندنا نقص بمراجعه الامهات لمراكز الرعايه الصحيه بالفتره اثناء الحمل، يوجد زيارات مخصصة للأم الحامل أثناء الحمل تبلغ ما يقارب 5 إلى 6 زيارات بمواعيد محددة. الأمر التالي، بعد ولادة الطفل يفترض أن الطفل يكون موضوع على حليب الأم فقط لمدة 6 أشهر بما يسمى الأرضاع الوالدي الحصري. بعد 6 أشهر يفترض أن الطفل يبدأ بإدخال شيء اسمه الأغذية التكميلية، تقوم الأم بإدخال أغذية تكميلية مثل إضافة إلى حليبه. مثل ماذا الأغذية التكميلية لكي يعني يتوعى أهلنا الآن في الداخل، هم يعني السيريلاك وما شابه؟ الأغذية التكميلية مثلا، أبسط مثال، نحن ممكن نعمل الطفل طبخة بسيطة من مجموعة من الخضار المحلية رخيصة الثمن، بسيطة التحضير، مثلا الباذنجان، الكوسة، البطاطا، البندورة، الفواكه مثلا الموز، التفاح. يعني شغلات يعني أرخص من علبة الحليب. إذا الأهل بدهم يشتروا علبة حليب، اليوم علبة الحليب أقل علبة حليب هي بسعر 20,000. يعني هي نقطة هامة، يعني من حتى من قبل بدء الثورة السورية، يعني بعرف السوريين تحتاج المرأة، يقول لك المجتمع أو بعض الأطباء، لحليب 1 و2 و3 من منذ الأشهر الأولى. حضرتك يعني كيف تريد أن تنبه، أو كيف تنبه على هذا الموضوع وعلى هذا الخطأ الشائع على حسب تعبيرك؟ أستاذي العزيز، هناك استطبابات محددة لإعطاء حليب الصناعي. مثلا إذا طفل أمه متوفية، ممكن نحن إذا ما لقينا مثلا امرأة أخرى ترضع هذا الطفل، ممكن نلجأ للحليب الصناعي. إذا الأم عندها مرض معين مثلا يمنعها من الأرضاع وفق نصيحة طبية، مثلا طبيب نسائية أو طبيب داخلية بينصح الأم أنه عملية الأرضاع بتأثر على صحة الطفل. أو إذا كان الأم عندها مرض معين ممكن ينتقل عن طريق الحليب للطفل. يوجد استطبابات محددة وقانونية من قبل يونسف ومنظمة الصحة العالمية،
بتحدد انه هذا الطفل بيستحق حليب صناعي ولا لا. اما عدا ذلك وكل ما يتم عمله من حملات تسمى اغاثيه لتوزيع حليب صناعي للاطفال، هي صراحه اكبر جريمه بيتم تغليفها بغلاف انساني بتتم بالشمال السوري، وجميع هاي العمليات عم بتتم خارج قطاع التغذيه اللي يعمل بمنطقة الشمال الغربي. أشكرك جزيل الشكر. إذا تغذية الأم المرضع أهم بكثير من أو هو الأمر الصحي على ما فهمت منك. أشكرك تماما. بس آخر نقطة، الجهات الإعلامية هي بتلعب دور كبير. يعني أنا اليوم لما بعرض على قناة حلب اليوم حليب صناعي، فهذا الأمر أنا بهالحالة أنه عززت هاي الفكرة عند الناس، ونحن لازم ننقل الوسائل الصحيحة المناسبة إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح والتوضيحات الدكتور وائل فضل، منسق برنامج الترصد التغذوي في وحدة تنسيق الدعم، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا لك دكتور. حياكم الله. حياكم الله. ازدادت أعداد مرضى جائحة فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام ممن يحتاجون إلى عناية مركزة، بحسب توفيق حسابة مدير الإسعاف السريع في وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام. هذا ونقل راديو شام اف ام عن حسابة قوله إن جزءا من المرضى احتاج خلال الأسبوعين الأخيرين إلى سرير عناية ونوعا معينا من المعالجة وليس عناية عادية، مضيفا أن عدة حالات وصلت تبدأ أعراضها مع المريض وتستمر ليوم واحد، ثم يحتاج بعدها المريض لسرير عناية مركزة على عكس الحالات السابقة. قال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحية في الحكومة اللبنانية رمزي مشرفية، قال إنه بحث مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في دمشق إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى الأراضي السورية، وأضاف مشيرفة أن الزيارة مستمرة في دمشق حتى تأمين عودة اللاجئين السوريين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، فيما اتهم المقداد بعض الدول الغربية بالتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بطريقة مسيسة معتمدة على التضليل والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين. وفق قوله، وخلال حفل في عفرين كرمت جامعة غازي عنتاب التركية طلاب المتفوقين في قسم اللغة التركية والإرشاد النفسي والتربية عن العام الفائت، حيث تأخر التكريم بسبب انتشار فيروس كورونا. مراسلنا ماجد العمر ومزيد من التفاصيل. بحضور ذوي الطلاب ومدرسيهم تكرم جامعة غازي عنتاب في مدينة عفرين شمال حلب طلابها لتفوقهم في أقسامهم، تكريم يعتبر الأول من نوعه من قبل إدارة الجامعة، وشمل طلاب العام الفائت بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا بتأخير هذا التكريم حتى اليوم. تم هذا الحفل المتواضع تحت إشراف عمادة الكلية وبتنسيق وتنظيم قسم معلم الصف، وقمنا بتكريم الأقسام المفتتحة في العام الماضي، وهي قسم الإرشاد والتوجيه النفسي، قسم معلم الصف، وقسم اللغة التركية. قمنا بتكريم الثلاثة الأوائل من كل قسم، وذلك بحضور رؤساء الأقسام وبحضور الطلاب وبحضور جمهرة من أولياء أمور الطلاب. كرم ثلاثة طلاب من كل قسم في الجامعة التي تضم قسم الإرشاد النفسي ومعلم الصف وقسم اللغة التركية، أفرع يدرسها آلاف الطلاب في الجامعة التي افتتحت قبل عامين وأصبحت مقصدا للطلاب من مختلف مناطق الشمال السوري. اليوم بعد جهد وتعب السنة الماضية تم تكريمنا لقاء جهودنا، الحمد لله كان شعور كتير مبسوط وشعور كتير حلو انه الواحد يكون متفوقين. بتمنى لكل زملائي يبذلوا جهدهم ويصيروا محلنا، الشيء مو صعب ابدا. طبعا هذا الشيء كتير فرحني وكتير حلو انه جامعة الواحد تكرمه
على تفوقه، لأنه هذا الشيء بيشجعنا نحن لنتفوق أكثر، والزملائنا اللي نجحوا ليتفوقوا أكثر. طبعا كثير بتشكر الجامعة، بتشكر كانوا مسؤولين عن هاي الفعالية الحفل، بتشكر أساتذتنا اللي دائما هن معنا وبدراستنا بأي شيء بيساعدونا بوقفوا معنا. ازدهار كبير يشهده القطاع التعليمي بمنطقة غصن الزيتون، حيث يتلقى الطلاب اهتماما كبيرا من قبل المعنيين وسط مساع لافتتاح المزيد من المدارس والمعاهد وأفرع الجامعات لتكون منارة للعلم والمتعلمين. سنوات من الجهد والتعب يحصد نتائجها طلاب جامعة غازي عنتاب بهذا التكريم، تكريم من شأنه تحفيزهم للمواصلة في تعليمهم بهمة أكبر. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.